من جهته أكد السيد الحكيم أنه يحمل رسالة أخوة واعتزاز لمحافظة صلاح الدين وأهلها الكرام، داعيا إلى التكاتف لإعمار هذه المحافظة بمختلف المجالات بعدما خلفه الإرهاب فيها من دمار. تحصل هذه الزيارة لمحافظة صلاح الدين لنشارك أبناء المحافظة فرحة العيد من ناحية، وهي رسالة المحبة والأخوة والاعتزاز بهذه المحافظة وأبنائها الكرام، وتأكيد يعني إرادتنا الراسخة في أن نضع يد بيد ونبني هذه المحافظة. لا شك أن هناك الكثير من الإشكاليات، بعضها من مخلفات ظروف الإرهاب والعنف اللي عصف بالعراق وبهذه المحافظة وأجزاء منها، وجزء آخر يرتبط بالأوضاع الإدارية الخدمية المجتمعية الأمنية الثقافية إلى غير ذلك. وبالتالي نحن هنا لنتعرف على المشاكل ونستمع إلى هموم المواطنين والحكومة المحلية، ونسعى أن نتابع بقدر ما نستطيع ونؤثر في مسار الحكومة الاتحادية لمعالجة الإشكاليات القائمة. لا شك أن أحد أهم مفاتيح الحل هو السلم المجتمعي، الوئام المجتمعي. مجتمع متماسك سيكون قادر على معالجة ومواجهة التحديات، وكل ما يعكر صفو هذا الوئام المجتمعي علينا أن نتضامن في معالجته وفي يعني إزالته بشكل حكيم ومنطقي ومقنع لكل أبناء المحافظة، حتى تعود الأمور إلى النسيج المجتمعي المتماسك والمتعاون.